ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الاسد ليوم الخميس 22 ديسمبر كانون الاول 2022. ممكن إنك تغير تفكيرك النهاردة بسبب اطلاعك على بعض المعلومات الجديدة، وده بيوصلك إلى أصدقاء جديدين وهتناقشهم في كل المعلومات اللي انت استفدت منها، وممكن تغير صورتك أمامهم تماما بسبب ثقافتك الجديدة. علشان كده بقولك تمهل وخليك صبور علشان تتأكد من معلوماتك وبعدين تعرضها على الآخرين قبل ما تاخد أي قرار تندم عليه فيما بعد. بالنسبة ليك مهنيا يا آسد، عبر عن نفسك بشكل صحيح وهتسمع كل المقترحات وتنتهز كل الفرص المتاحة علشان تحسن وضعك وتطور شغلك. فكوكب المهن يؤهلك لتحسين عملك ولشرح وجهة نظرك وتأثيرك في محيطك للوصول لنتائج أفضل. بالنسبة ليك عاطفيا، الأعزب الحياة جميلة ولكنها ليست دائما كذلك، فلابد أن يتخللها الصعب حتى تشعر بطعم النجاح. فلا تيأس ودع الأمل يعيش بداخلك. المرتبط هتحتاج علشان تقضي وقت أكبر مع شريكك وكن متسامح معه أكتر. حاول إنك تعبر عن حبك واهتمامك بطرق عدة. بالنسبة لك صحيا، إن وجدت نفسك قليل الحركة النهاردة وده بيسيطر عليك الخمول، فحاول إنك تتخلص منه بأي وسيلة. المساء تكون الأوضاع هادية ومسترخية. توقعات برج الأسد للرجل، اقهر مخاوفك وحرر نفسك من أي مخاوف. إن طريقة تفكيرك العقلانية اليوم ممكن تجعل عدد كبير من أصدقائك المقربين بيطلبوا مشورتك. حافظ على هدوءك وتذكر إن الحكمة والذكاء قادرين على إنه يحلوا الكثير من المشاكل، واحذر جيدا كل ما تفعله. وحاول إنك تركز في شغلك خاصة لو كنت بتعمل في مجال المال، وبذل الحياة لا تنسى حياتك الاجتماعية. توقعات برج الأسد للمرأة، الأسد روحك مشرقة جدا النهاردة، انت رائعة وباهرة، كل شيء بداخلك رائع، ابقي هكذا ويكون التعامل معاكي سهل، وهتشعري بأنك بتتفهمي مع كل الناس اللي حواليكي، وهتكوني مبدعة وهتلاقي أفكارك الترحاب لكي يحمل لك اليوم بعض الصعاب. خليكي حذرة لكنك قادرة على أنك تتخطيها بفضل عزيمتك وإصرارك. أنت عنيدة ما تحاوليش. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، يمكن أن تكون هناك توترات لو شعرنا بالعجز أو الطغيان، ويمكن أن نجد صعوبة في أننا نعبر عن نفسنا بطرق صحية ومباشرة، ويمكن أن تكون رغبتنا شديدة وبيصعب إشباعها، ويمكن إحباط الجهود المبذولة لإجراء تغيرات أو ظهور صراعات على السلطة. الوقت ده مش مثالي علشان تتفاعل مباشرة، وممكن يكون ضروري إجراء تعديلات على أهدافنا. يمكن لهذه الأشياء أن تستنزف طاقتنا مؤقتا أو أن تجعلنا نشعر بالضيق ونفاذ الصبر حتى نكتشف ما نفقده أو ما نعالجه بعد. قد تفوت جهودنا لتلبية رغباتنا الهدف، ولكن هذا يمنحنا فرصة علشان نجري تحسنات ونعيد المعايرة.